الو، الفيديو حيكون طويل شوي لانه تجميع لثلاثة ايام، بس هذا ما يطلبه المشاهدون. اول شي يوم الاحد فقت على هالمسج هاد، وبس لانه الجو جميل قررنا نروح على الحديقة. حرفيا ما كان في عنا اي مخطط ولا اكلة مجهزينها ولا لبسة مجهزينها، لبسنا هيك على السريع واشترينا فطاير من محل قريب، عملنا ابريق شاي وحملنا حالنا ورحنا. طبعا كل الطريق وانا دابقة هي الغنية، بعت لي اياها شمس من يومين وانا عشقتها عشق فظيع. عندي قصة بحكي لكم اياها عن الغنية او مشاعر او هاي قصص. يعني اول حديقة رحنا عليها لانه الدنيا صيف ولانه عطلة والجو حلو، وكان عجقة كتير وكل الكراجات مفللة، فما قدرنا نلاقي صفة فحولنا لحديقة تانية، وكانت الصراحة أحلى. يعني حتى الطريق لإلها ليكو كان أحلى بكتير. فما ندمنا، لقينا كراج وصفينا ورحنا عليها. بحكي لكم على السريع قصة الغنية، مو قصة، إنه ليش أثرت فيني. هلأ وقت سمعتها أول مرة بكيت بلا ما أحس، يعني ما بقدر أقول إني فكرت بذكرى معينة، بس في شي خلاني ابكي. يمكن مشاعر الغنية كانت قوية، او يمكن انا حسيت اني ما عشت ايام قول عنها this were the days، انه اكيد عندي ايام حلوة وذكريات حلوة، بس هل هي افضل الايام؟ بالفترة الاخيرة انا حسيت حالي شخص سلبي غصب عني، ولاني اساسا ما حبيت هالصفة فيني عملت هاي قناة اليوتيوب لحتى اذكر حالي عطول باللحظات الحلوة. بعد ما سمعت هالغنية تقريبا هالشي زاد عندي اني اعيش ايام اتذكرها بشغف بس اكبر. طبعا اتخاذ القرارات عطول هو شي سهل وشي الواحد بيقدر يعمله ببساطة وهو متمدد، بس الشي الصعب او الشي المهم هو انه الواحد يلتزم بهالشي عن جد. لهيك احاول عطول انه اسمع هالغنية اذكر حالي بانه هي الايام هي ذروة حياتي، وانه لازم عن جد اعيشها بطريقة تخليني ما اندم او حس اني ضيعتها. لازم اعيشها بطريقة تخليني اقول كانت ايامي احلى ايام. لهيك لإلي انا رح اعمل اي شي يخليني اسعد او اسلم نفسيا. وبس هلأ هون لاحظوا كمية الناس اللي عم يعملوا باربيكيو، لأنه هي المنطقة الوحيدة المسموح فيها بالحديقة أنه يشفوا، لأنها منها محاطة بالأشجار بحيث لا سمح الله إذا صار شيء ما ينتشر الحريق. والناس ما قصروا، الكل اجتمع ليعمل هون باربيكيو. القسم الثاني من الحديقة ما صورته لأنه حسيت أنه محرج الموضوع، بس الناس معتبرينه مصيف نظامي، فهنن شالحين ومتمددين تحت الشمس كرمال ياخدوا برونزاج. في ناس مثلنا هيك جايبين مادة بسيطة ومتمددين وعم ياكلوا أكلات بسيطة من دون شوي، أو مع كلاب هون عم يتمشوا، أو هون مثلا ناس جايبة أدواتها الموسيقية. هذا الزلمة كان ماشي مع كلب أحلامي، أنا مثل الستوكر ضليت الحق هون لأنه كتير الكلب حلو ما قدرت قاومه. يعني حتى اختي قالت لي انه على فكره مبينه انتي لحقتي للشاب، بس انا ماني شايفه الشاب كله، انا شايفه الكلب وبس. بس اخر شيء ما تركته بنفسي، رحت قلت له انه معلي لعبه شوي وتصورت معه صوره. وهون بشكل غريب اني بس لمست ورده وانا ماشيه، ما بعرف هي شو نوعها، تحسست منها وطلع لي هيك حبات ناعمين وصارت ايدي توجعني كتير. وتقريبا هذا اليوم هيك خلص الهايلايت تبعه، انه بعدين رجعنا على البيت قعدنا تغدينا وهي قصص. يوم التنين ماني مصورة شي منه ابدا، كان عطلة وكنت شوي مكتئبة وكنت قاعدة لحالي فما صورت شي ابدا. هون يوم الثلاثة كان اليوم يلي جوجو وكيمو عندهم الكورس فيه، فانا رحت معهم مشان ما تسوق لحالها، وقعدت بالكافيه المعتاد تبعي. بحس هون حفظوني انه يوم الثلاثة انا بيجي لهون. عملت مكالماتي الصباحية مع الفادر والمادر والسيستر وكل العائلة، وخلصت كاستي وبعدين قمت تمشيت شوي بالحارة. وبس تقريبا بهذا اليوم ما عملنا شي مميز، حتى الأكل جبنا جاهز. وهذه نهاية اليوم الثالث. الوضع بضحك لأنه أنا حرفيا
كنت ناوية أصير صور أكتر، بس التنين والأربعاء ماني مصورة شي عنهم. هذا الخميس اليوم يعني قررنا نروح نفطر، مو نفطر، نتغدى عند مطعم ياباني. وهون بس أنا مستغربة من حالي لأني حاسة حالي طالعة ستايل كيوت، لابسة فستان وهيك عاملة الحجاب، فحاسة إنه هيدا مش أنا. I feel weird. شاهد أغرب إنسان عرفته البشرية. بدي أتمشي ناضية الشمس. الشمس 20 بالحرارة. مشان ما تحتار بالصف. ما في صفات كثير أولاً. ثانيا بيقولوا لك عشان صحتك لا تطلعي على الدرج، لا تطلعي بالاسانسير، لا على الدرج، ولا تروحي بالسياره، روحي مشي اذا كان قريب. اوكي. وطبعا سمعتوا النقاش مثل العاده جوجو، لانه بتتكاسل تسوق او بتتكاسل تلاقي صفه فبنروح مشي، بس انه الصراحه ما كان سيء. لما مشيت انه اوكي كان قريب ثلث ساعه ما حسينا فيها، والرجعة كانت أخف بكتير بكتير من الروحة. ومرقنا جنب محل ورد، ما بقدر ما أصور طبعا. وهون وصلنا لكو، كنت سوبر اكسايت. او ماي جاد، شايفيني بالفستان كتير وحدة تانية. الصدمة كانت انه لما فتنا لقيناه فاضي، فهالشي خوفنا الصراحة، انه بالعادة المحلات المنيحة بتكون معجوقة، فاذا انت فاضي انت بتخوفني. بس بعطيها 10 من 10 على اختيار الأغاني، لأنه أول ما فتنا كانت مشغلة والسونج لهيك أنا كتير حبيتها. وكمان ما طولوا بتنزيل الأكل، أنا طلبت راميون مع إريدس، وجوجو طلبته مع تشيكن، وطلبنا صحن سوشي سالمون. وهون جوجو متقلي علميني كيف بدي استخدم التشوبستيك، وانا عاملة حالي كتير يعني انه استاذة الاكل الاسيوي، على اساس عم علمها كيف بتستخدم. وطبعا يعني مبين من وشي اني بحب هالاكلات هاي ومبسوطة فيها. جوجو بعد ما عجزت انه تاكل بالشوبستيك راحت طلبت شوكه، بس طلعت شي نادر الوجود يعني ما لقوا بسهوله، قعدوا يدوروا لها انه وين ممكن تكون الشوك، بس منيح لقوا لها اياها اخر شي. الراميون الصراحه كثير لذيذ وكثير طيب، انا فعلا يعني ادقت كثير مطاعم اسيويه، بس الاكل الياباني هو التوب بالنسبه للاسيوي. بس رغم هالشي انه المطعم تبع دوسلدورف يلي بالقريه اليابانيه هو التوب ولا شيء يعلى عليه. طبعا الصحن فضي تماما. كيموفا قعد معنا. هون بالرجعة في حدا مسوق كان زارع ورد جوري قدام بيته، كتير جميل. بس الشيء اللي تعبني هو انه كلوني تشنج مثل هذا. الطريق كتير حلو، رغم انه هي الحارة اللي نحن ساكنين فيها، بس هيدا طرف تاني منها كتير حبيته. وبس يعني ما بقدر اقول عنه انه ملخص الاسبوع، لانه في ايام مقطشة كتير، بس ملخص بعض الايام من الاسبوع. وبس هيك، بشوفكن الاسبوع الجاي. تشوس.